عشان نعرف أكتر عن ردود الأفعال العالمية بقى على الموكب المشرف لنقل المومياوات الملكية. امبارح بينضم إلينا مراسلنا دلوقتي كريم يسري من واشنطن. كريم، تحياتي ليك، وعايز أعرف منك بقى التفاصيل. يعني أنت أكيد يعني سألت بعض الأمريكان هناك وإيه ردود أفعالهم، وتابعت الصحف برضو في أمريكا قالت إيه. عايز اعرف بقى يعني كل صغيره وكبيره كده انت تابعتها من امبارح لحد دلوقتي وانت بتكلمني. اتفضل يا كريم. اكيد يا الحقيقه في ثلاث جوانب لمتابعتي يعني ردود الفعل في الولايات المتحده الامريكيه بعد حفل نقل موكب المومياوات من ميدان التحرير او من متحف مصر بميدان التحرير لمتحف الحضاره المصريه في القصدار. الجانب الاول هو متعلق بالصحافه والقنوات الفضائيه، هنا القنوات الاخبار في الولايات المتحده الامريكيه. هنجد ان كبريات الصحف الامريكيه كتبت وعدت تقارير مفصله عن الحفل واشادت بالتفاصيل الصغيره اللي يعني تم يعني فعلها في الحفل واثناء نقل المومياوات. واتكلم عن واشنطن بوست ونيويورك تايمز، كان لهم تقارير مفصله عن عمليه نقل المومياوات. هنتكلم عن ايضا لو كلمنا عن تقرير قناة سي ان ان، وكان على الموقع الخاص بها سي ان ان ترافل كان عد المراسل بتاعهم تقرير لمدة 4 دقائق عن هذا الحفل، وتقرير تناول العروض الرائعة، خروج مشهد خروج المومياوات من باب المتحف المصري ووصولها ل يعني متحف الحضارة في القصدار. والتقرير أيضا كان فيه يعني عدد من اللقاءات ابرزها بالتاكيد هو لقاء الدكتور زايا حواس يعني وزير الاثار الاسبق. ويعني التقرير ده بالذات هي مهم لان التقرير ده تم عرضه على سي ان ان ترابل، وده موقع يعني المجتمع الامريكي بيهتم بيه جدا لانه بيحدد بشكل كبير على هذا الموقع وجهته السياحيه الجايه، خصوصا ان احنا بنتكلم احنا فصل الصيف القادم هتكون فيه يعني سفر كتير للامريكان، لان يعني بعد عمليات التلقيح الكبيره اللي بتقوم بها الاداره الامريكيه ومتوقع الانتهاء من عمليات التلقيح بشكل كامل بحلول الصيف القادم، اكيد ده هيبعت او هيحرض الامريكان بشكل كبير على سفرهم لخارج الولايات المتحده. وبالتاكيد الحدث ده كان مهم جدا لجذب انظار المجتمع الامريكي لمصر وللحضاره الفرعونيه، اللي هم اصلا معجبين جدا بالحضاره الفرعونيه، حتى الاطفال هنا بيتابعوا قصص وبيتابعوا التاريخ الخاص بالملوك المصريين القدماء، وعندهم اطلاع كبير الحقيقه على الحضاره الفرعونيه. ده بالنسبه للجانب المتعلق بالصحافه والجانب المتعلق بالاعلام. لو كلمنا جانب اخر، المجتمع الامريكي نفسه يعني انا شاهدت على موقع تويتر تغريدات كتير جدا 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 للمواطنين لما كان يبدو اعجابهم بسيدات مصر اللي شاركوا في الحدث امبارح، ان كان من مغنيات لعازفات لمقدمات ساعات المقدمات للحفل. الحقيقه كان شيء مبهر للغايه، وايضا اعجابهم بالطريقه اللي خرجت بيها المومياوات من المتحف المصري، ويعني مدى عظمه التجهيزات والانتاج الضخم اللي تم اعداده في ميدان التحرير امام المتحف المصري. ويعني عدد كبير جدا من التغريدات بتقول ان هم هيروحوا زياره لمصر الفتره الجايه، وهيكون اهم ديستنيشن او اهم وجهه ليهم هتكون هي متحف الحضاره في البوسطات، لان يعني كمان من اللي قروه من فكره استخدام التكنولوجيا، احدث التكنولوجيا سيتم استخدامها في متحف الحضاره لعرض تاريخ الملوك والملكات لمصريين قدماء، وعرض فن التحنيط من خلال استخدام التكنولوجيا في داخل المتحف. ده كمان شيء جاذب جدا للمجتمع الامريكي. الجانب الاخير اللي عايز اقوله برضه هو شعور المصريين المقيمين في الولايات المتحده الامريكيه، وده اللي رصدته ان كان على مواقع التواصل الاجتماعي او كان من الاصدقاء والمعارف هنا في الولايات المتحده. يعني شعور بالفخر، خاصه ان هم بيقولوا يعني او بيكتبوا على مواقع التواصل الاجتماعي ان هم يعني في مكالماتهم وفي محادثاتهم مع اصدقائهم من الامريكان كان في شعور بالفخر ان يعني الحدث كان على مستوى التوقعات او مستوى اهميه الحدث،
وتنظيمه كان هايل ورائع للغايه. كل دي جوانب رصدتها من متابعتي لعمليه يعني ما بعد حفل نقل المومياوات والحفل الرائع اللي تم اقامته في متحف الحضاره بالبوسطات. ايضا عايز اشير يا ايه ان السفاره المصريه في واشنطن كان ليها دور حقيقه. السفاره المصريه في واشنطن قبل الحفل ارسلت رسائل الكترونيه، الرسائل دي كانت بتتضمن رابط للبث المباشر او المتابعه من خلال البث المباشر للحفل، وارسلته لعدد من الصحفيين الامريكيين وعدد من اعضاء الكونجرس الامريكي لمتابعه هذا الحدث الهام. اكيد اعتقد كمان ده كان شيء رائع للغايه من قبل السفاره المصريه. يعني الحقيقه انا من متابعتي للامور في الولايات المتحده الامريكيه كان في شعور امبارح بالفخر الحقيقه من ردود الفعل في الولايات المتحده الامريكيه على حفل نقل المومياوات والاداء الجميل لكل من شارك في تنظيم وتقديم هذا الحفل. أنا بشكرك يا كريم على كل هذه التفاصيل. كريم يسري مراسل اكسترا نيوز حدثتنا من واشنطن الحقيقة، وأطلعتنا على كل التفاصيل اللي نفتخر بها الحقيقة في الولايات المتحدة الأمريكية، سواء كانت في وسائل الإعلام المختلفة أو كذلك أيضا كمان المجتمع الأمريكي وكمان المصريين المغتربين والمقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية.